وخصوصا ان كل ده حصل قبل الحادثه بساعات. انا بصراحه مش شايف اي ربط ما بين السرقه والانفجار. اللي سرق سرق عشان محتاج حاجه من السرقه. دلوقتي ايه علاقه ده بمحاوله اغتيال الوزيره يا جماعه؟ لا بس وارد جدا ان اللي سرق المعلومات ديت كان عايز يضمن ان كل ده يختفي مع موت الوزيره. انت بتتكلم عن تنظيمات جهاديه يا اشرف، الناس دي بتقتل الشخص لمجرد انه تابع النظام القديم. انت فاهم الموضوع ده؟ طيب يا جماعه انا فاكره ان انا جايبه معلومه مفيده ممكن تخدم في التحقيق. انا ممكن اسيبكم تتناقشوا براحتكم بقى وتشوفوا شغلكم. لا طبعا بالعكس، المعلومه مفيده جدا. وكمان انا وكريم بنشكر حضرتك ان انت جيتي في ظل الظروف ديت وتحاولي تساعدينا. بس يا ريت لو امكن تبعتي لنا الكراتين. كراتين ايه؟ كراتين بتاعت التليفون والتاب عشان بس ناخد من عليها السيريال ونبدا ندور. انا الحقيقه مش عارفه اذا كنت هلاقيهم ولا لا، بس هحاول ادور. طيب حتى لو امكن تبعتي لنا حتى الفواتير عشان يبقى في اي خيط نبدا نتواصل من خلاله. طيب حاضر، انا هدور عليهم ولو لقيتهم اكيد هبلغ حضرتك. انا متشكره قوي بعد اذنكم. اتفضلي يا فندم. معاها يا اشرف. مع السلامة. كلمة. شكرا. كراتين؟ كراتين ايه يا ابو كراتين اللي عايز تدور فيها؟ ايه يا كريم في ايه؟ خيط مهم لازم نمشي وراه حتى لو كان ضعيف. خيط ايه؟ خيط ايه اللي انت ماسك فيه وسبب الحبل اللي وصلنا له؟ احنا لازم نجيب جدر اللي اسمه درويش عبد ربه ده. يا عم هنجيبه هنجيبه. نجيبه منين؟ هي معلومة جديدة بالنسبة لك مثلا؟ أنت ما تعرفش إن الملف بتاعه اتفرم مع كل الملفات اللي اتفرمت في أمن الدولة وقت الثورة؟ أه بس عندي معلومة إن في ملف تاني في مصلحة السجون. على الأقل حتى لو ما كانش في معلومات بالقدر الكافي هيوصلنا لمراته وابنه. براحتك. أنا ما شفتوش غير مرة واحدة بعد ما هرب من السجن من أكتر من 20 سنة. وليه ما قلتليش ساعتها؟ كنت هقول لك إزاي؟ أنت ما كان لكش مكان، أنت اختفيت. ما أنا كنت فاكر إنه مات، ما أعرفش إنه لسه عايش. وانا كان كل همي ابعده عن حياتي وحياة طارق. اللي بينك وبينه انا ماليش دعوه. لا ده مصلحتنا احنا الاثنين، لازم نلاقي ابو البوليس نوصله. هنعمل ايه يعني؟ اي حاجه، نعمل اي حاجه، المهم الاول احنا نوصله. السلام عليكم. الله يسهل لك يا حاج. الله يسهل لنا كلنا يا ابني. هو في صاحب محل البقاله ده؟ يوه امسك يا حاج. امسك ايه؟ ده كرتاس تحط فيه ثلاث اربع بيضات وتتوكل على الله كده واسمع جمال خطوتك. يا ابني يا ابني يا ناقصه بيض يا ابني، ناقصه بيض. بقول لك انا عايز صاحب المحل ده. يا حاج يا حاج قضيها النهارده بيت، مش لازم الفلامنك. طب اقول له ايه ده؟ اقول له انا عايز ماهر الدخش. ماهر الدخش؟ مين اللي بيندح عليا؟ انا. انت مين؟ درويش يخرب بيتك. لا ما اتخرب خلاص. وزيره راح تفجر وزيره. ما تخافش، ده بتاع. بتاع ايه؟ هو بتاع كده جوز بنتي. لما انت جوز بنته بتحلو ان روحي من الصبح ليه يعني؟ انا شرفني ان انت صاحبه الانتيخ، مش جايز تكون مخبر؟ جايز يكون مخبر؟ ده منظر مخبر برضه. معلش ما ده لو فكر بيطلع غازات. بتاح وبتاع بيض، انت بتعمل في بيتك كده ليه يا ماهر؟ معلش تعب ولا يبقى في المحل هو تنسى مفاتيح جوزها كل مره. حاضر. اهلا اهلا. نور اخويا. طبعا انت عارف انك لو حلفت باقي بنات المسلمين كلها على ان اللي بتقوله ده حصل فعلا محدش هيصدقك. المهم يا ماهر انت مصدقني ولا لا؟ عاوز رد بامانه ولا كلام الاصحاب لبعضيكم؟ ماهر معقول يعني انا افجر وزيره؟ طب ليه يا ماهر؟ انت عارف ان انت من يوم ما هربتني من السجن وانا بعيد عن العوق بالمشوار. يا راجل ده انا مرضتش احضر فرح بيتك معجزة عشان ما اطلطش في اي حد من المخبرين اللي بيتحنجلوا حواليك. انت فاكر ان انا ناسيها لك؟ ده حتى معجزة اتقهرت وفضلت كاتمة في نفسها طول الفرح، كان يوم اسود على بتاح. بتاح يا عم ماهر؟ يا عم ماهر الله لا يسيئك، ركز معايا يا عم، ركز معايا يا عم معروف. ماشي كلت بعقلي حلاوة. انت جاي لي ليه؟
شوف يا ماهر، انا عارف ان انت قتل قتله وقلبك ميت، انا شخصيه وسخه يعني. وانا بقولها لك بصراحه، انا مراكبي في اسكندريه اتحرقت خلاص، ومليش اي حد في مصر اعرفه ممكن يساعدني غيرك انت ماهر. كلنا لقمتين العشاء وشربنا عليهم ميه. امرني عايز ايه؟ شوف يا ماهر، انا عرفت من التلفزيون والاخبار ان بعد الشقلطه اللي حصلت للوزيره دي وكل التفجير اللي حصل ده، ان الست لسه عايشه وفيها الروح. شغله هو ايه؟ انا بقى فرصتي الوحيده ان اوصل لها. هي بقى لو اقتنعت ان الجهاز ده جالي مسروق، وان انا يا ستي جاي عشان ارجعه لك اهو، ساعتها بس هتتاكد وتعرف ان انا ماليش اي يد ولا اي دخل في اللي جرى لها. ماشي؟ ساعتها بقى هتامنني من الداخليه، وتامنني من التيراني اللي طلعوا ورايا في اسكندريه، واللي معرفش مين اللي تابوهم ايه. مالك يا ماهر، عمال تتلوى في ايه يا ماهر؟ مزنوق. مكسوف منك، عايز افك حصر. يا عم قوم فك حصر، قوم، ما احنا قاعدين. معلش تعالي، خش حط لعمك. خش يا ولا. ليك وحشه والله يا عم درويش. الله يخليك يا معجزه. ايه ده ما شاء الله، ابنك؟ امال ابن خالتي ده؟ ابن نزار. مين؟ نزار ما شاء الله، بتاع اتجوز معجزه وخلفه نزار، ما شاء الله، لله الامر من قبل ومن بعد. ايه ده؟ ده موبايلك يا عم درويش. صحيح. ايه يا ولا شهاب؟ الله عليك يا عم درويش، ده انت حافظ نمرتها اهو. ايه حافظ نمرتك؟ خطبتها لا؟ لا، اصل انت يعني رديت عليها على طول بالاسم. يا ابني هو في حد عارف النمره دي غيرك؟ وصلت اسكندريه؟ انا لسه غارز رجلي في الرمل الزعفران حالا. المهم طمنا عليك، قبضوا عليك ولا لسه؟ سفخص على ملافظك، سفخص على ملافظك. يعني انت لسه حر طليق. ماشي يا عم درويش، وبطمنا عليه، اصل انا يعني رصيدي ما يستحملش مكالمات كتير. وانت بسم الله ما شاء الله رصيدك على قلبك قد كده، انت راجل مطارد ومعاك رصيد. بهزر يا عم درويش، عارف انا لو قدامك دلوقتي هتظرفني يا فهيم. والنعمه العظيمه وحشني. وحشني تلطيشك كمان. ماشي. لا اله الا الله. خضر ابتدينا اللعبه يا شباب. ايوه يا سياده المقدم. لا للاسف دورت في كل حته في البيت ما لقيتش حاجه. في الاغلب ماما ما بتهتمش بتجميع الحاجات دي. اوكي تمام. ميرسي يا فندم، مع السلامه. حاولوا يوصلوا لشركه الاتصالات، يمكن يكون اللي خد الموبايل اتغاب وعمل مكالمه يقدروا يوصلوا له منها. بتهيألي خطة البحث دي المفروض تبقى بينك وبينهم، يعني المفروض ان ما تقوليش تفاصيل. وبعدين بقى؟ بعدين ايه؟ واخرتها ايه معاك؟ هتفضل مقموص كده كتير؟ مقموص؟ هو ده تفسيرك على الموقف؟ ما انا مش لاقي لها اسم تاني يا حازم. انت مكبر الموضوع قوي. فيها ايه يعني لما ماما تطلب مني ان انا احتفظ بسر واسمع كلامها؟ في الاول وفي الاخر ده التاب بتاعها مش بتاعي على فكره، يعني انا ما خبيتش عنك حاجه تخصني انا. ما هو بصراحه انا ما بقتش عارف ايه اللي بيخصني فيكي وايه اللي ما بيخصنيش. لا 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 معلش معلش بقى، عشان انا بجد مش فاهم انت بتقول ايه. افهمك قصدي يا نهله. نهله انت ما بديش نهله اللي انا اعرفها من 4 سنين. احنا بقينا بنعمل 1000 حزبه علشان نروح نخرج خروجه مع بعض، بقينا ندبر على الاكل بالصدفه، عشان انت حضرتك يا اما مسافره مع باباكي لندن، يا اما مشغوله في مكتبك، يا اما عندك شغل. كأنك لازم يبقى في حاجه تبعدك عني. كل ده فكرت فيه عشان خبيت عليك موضوع التاب. تاب ايه؟ انا هستفيد ايه من قصه تاب السرق؟ يا نهله الفكره كلها انك ما بقيتيش بتشاركيني معاكي في حياتك، اكنك بتوصلي لي رساله انك خلاص ما بقيتيش واثقه فيا. انا مش واثقه فيك يا حازم، بأمرت ايه بقى؟ بأمرت انك لغايه دلوقتي لسه بتاخدي حاجه تمنعك عن الحمل. انت بتلف اللفه الطويله العريضه دي كلها علشان توصل للموضوع ده؟ وفين؟ هنا؟ دلوقتي في الظرف اللي احنا فيه ده وامي ما بين الحياه والموت؟ لازم يبقى في ظرف يمنعنا ان احنا نتكلم في الموضوع ده. انا مش مصدقاك على فكره. حلو قوي، يعني انت عايز توصل للست الوزيره صح؟ صح يا مان. ومش قادر تهبط لغايه ما بسلامتها تخرج من المستشفى بونو.
قولوا ايه يا ماهر؟ اهبط ايه واستنى ايه؟ مش عايز استنى طبعا. انا في سبق يا ماهر، سبق. انا لو البوليس وصل لي وجابني قبل ما اوصل للست الوزيره محدش هيصدقني، وانت عارف بقى الجديد هجيب القديم، وانت فاهم. بما اني بفهمها وهي طايره، انت كده عاوز تخش للست دي المستشفى مش كده؟ الله ينور عليك. للاسف مش بتاعتي. انت كده بتخبط على الباب الغلط يا درويش. ليه بقى؟ مش سكتها صاحبي. انا اخري في الموضوع دوت ان انا رايح الست دي من بلاوي الدنيا واخليها تقابل وجه رب كريم، انما عشان ادخلك مستشفى عليها حراسه وامن عشان تقعد تأنسها وتجالسها مش سكتي. بس الامانه في ناس سكتها دي. ناس زي مين؟ نفكر. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما انا عارف ايه اللي بيحصل لي ده يا اخي. قضيت 20 سنة من عمري منسي، وبعد السنين دي كلها تجيلي بلوى. بلوى ماليش دعوة بيها خالص. تقلب عليا القديم والجديد. ايه ده بس، ربك غفور رحيم. دلوقتي انت محتاج لموضوعك ده خريطة. يعني ايه؟ يعني عايزين عيل ابن قرود يكون دايس المستشفى وعارف دهاليزها وبهاريزها، يوصلنا لغاية عتبة أوضة الوزيرة. ما تقلقش، أنا هعسعس كده وبإذنك يا رب هجيب لك اللي يودينا. ما تقلقش، حبايبنا كتير وإن شاء الله هنلاقي. معرفش ألاقي الواد حسن الحن صاحي دلوقتي ولا إيه. مين؟ حسن الحن. الحن؟ عيل إيه؟ حسن الحن؟ ما شاء الله. تربيين بسرعة بسرعة. ليه بيحصل؟ ايه انت في ايه؟ 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 ايه انت في ايه؟